بشكل اكبر نعرف اخر الكواليس واخر التفاصيل. نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي. يا شريف اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك يا زميل امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الاخبار عندك يا شريف، قول لنا. خليني ابدا لك الاول طبعا واقول اسطوره النادي الاهلي، اسطوره افريقيا، الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، بقول له كل سنه وانت طيب باذن الله سنه سعيده وتكون كلها انتصارات وكلها بطولات للنادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي النهارده كان تمرينه في الرابعه عصرا، ولكن قبل بدايه المران كان في تصوير اعلان خاص بلاعبي النادي الاهلي لمستشفى 57، وكان في نجوم كثيره من لاعبي النادي الاهلي مع اطفال مستشفى 57، حاجه ترفع من روحهم معنويه. النادي الاهلي دايما سبق في الخير طبعًا. النادي الاهلي دايما ما بيتاخرش في المواقف اللي زي ديت. يمكن كان النادي الاهلي من بدري جدا، يمكن من الساعه 12 الظهر هم موجودين في النادي الاهلي. التمرين كان في الرابعه عصرا، يمكن التمرين كان في احماء وكان في فقره كبيره جدا بكره اليد، يمكن على نطاق واسع شويه من الملعب، وكان مستر فايلر كان حريص في نهايه المران يكون في تخصص على الجول من الاجناب ومن العمق، شوط من العمق من على 18 من بره او قوس 18، وفرات من الاجناب المهاجمين ولاعبي وسط الملعب يقدروا يفنشوا هذه الكور لاهداف. يمكن اخذوا على مرحلتين، مرحله وسط الملعب الهجومي بالمهاجمين والمرحله الاخرى وسط الملعب الدفاعي والمدافعين، يمكن تالق فيها معظم لاعبي فريق النادي الاهلي. يمكن في اخر فقره في التمرين عمل شوتنج من بره فاولات، ويمكن كان عقاب اللاعب اللي ما يعرفش يحرز هدفين ورا بعض بالضغط 15 مره، ويمكن ثلاث ارباع الفريق عمل ضغط بطمنك يعني. محمود متولي شارك بجزء كبير النهارده من المران، ولكن في اخر فقره في المران ما كملش طبعا المران، انت عارف بياخد اجزاء خلاص على مهله يا شريف. الماتشات لسه بدري. تمام، النهارده خد جزء اكبر من امبارح خلاص يعني بدا يخش في التمرين، ولكن بصفه تدريجيه طبعا علشان خاطر ما تجدش الاصابه، ما يحصلوش انتكاسه في اي حاجه من اعضاء الجسم، وانت عارف هو كان مركز على العضله الخلفيه وطبعا كان بيأهل جسمه كله، ولكن برضه تخوفا من اي حاجه ممكن تحصل ولا حاجه. الجهاز الطبي كويس جدا في الجزئيه دي وبيتعامل بكل احترافيه في هذه الجزئيه. تمرين الحراس على الجانب الاخر، الشناوي اكرامي علي لطفي حارس الناشئين حمزه، يمكن النهارده كان مركز على التمرين القدم اكثر منه، يمكن كيفيه الحارس لو حد عمل له باص يقدر يوقف الكوره ويطلع باص من رجله سليم، النهارده كان مركز عليها، كان مركز على العرضيات وتالق فيها الاربع حراس بشكل ملفت للنظر. النهارده كان اخر تمرينه في البيتش، يمكن استمرت حوالي ساعه ونصف. منذ قليل غادر النادي الاهلي طبعا مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ والمدير الاداري الخبره الكبيره جدا الكابتن سمير عادل، متجهين الى دوله الامارات. تعرف النادي الاهلي لازم قبل ما النادي الاهلي يكون موجود يكون لازم حد مدير الكره حريص في هذه الجزئيه، وكابتن سمير عادل يشوف كل حاجه بعينيه، يشوف المعسكر، يشوف الغرف، يشوف ملاعب التدريب. انت عارف النادي الاهلي عودنا دايما في اخر سنوات وممكن طول عمره النادي الاهلي سباق في هذه الافعال، لازم كل حاجه يتشاف بالنظر غير الصور خالص. فطبعا دلوقتي الكابتن سيد تاي متواجد في المطار غادر النادي منذ قليل هو طبعا والكابتن سمير عادل. بكره النادي الاهلي باذن الله الساعه 8 صباحا هيكون تجمعهم في المطار، والساعه 10 ونصف هيركبوا الطائره المتوجهه الى الامارات، يصلوا بألف سلامة بإذن الله ويكون معسكر ناجح، معسكر لبداية فترة صعبة جدا من المباريات الأفريقية والمحلية، وبإذن الله تكون كلها انتصارات للنادي الأهلي. الأمير معاك رئيس الصالة بإذن الله، أتمنى لهم كل التوفيق. يا شريف عايز أسألك برضو على محمود وحيد، لأن معايا بعض الأخبار النهاردة بيقولوا إن محمود وحيد ما شاركش في التدريبات إمبارح، هل حالته كويسة ولا الأمور بالنسبة له إيه؟ محمود وحيد المعلومة اللي عندي اللي هو كان في منتخب مصر هو واثنين لاعبين، المعلومه اللي عندي مش عارف من صحتها امبارح والنهارده كان موجود في مران النادي الاهلي، ويمكن عمل مران يمكن تاهيلي اكثر منه تمرين مع لاعبي الفريق، وشايفه بحاله جيده جدا وموجود مع لاعبي النادي الاهلي بكره باذن الله متجه الى معسكر الامارات. كويس، انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، والاعلان وكل الاخبار اللي تتعلق بالفريق.